بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنشرح درس التركيب الذري للمادة في وحدة الاتحاد الكيميائي في مادة العلوم للصف الأول الإعدادي. بسم الله نبدأ. أول بيبدأ لي بعدد العناصر وتقسيمها لعدة أنواع، فبيقول إن عدد العناصر حتى الآن بالطبيعة أو التي عرفها العلماء هي 112 عنصر، تم تقسيمها إلى ثلاثة أقسام حسب تركيبها الإلكتروني وخواصها. بيقول لي أقسام العناصر ثلاثة: واحد الفلزات، اثنين اللا فلزات، ثلاثة الغازات الخاملة. وكل قسم إن شاء الله هنشرحه. القسم الأول الفلزات، فبنجي عنوان بيقول الفلزات وخواصها. خواص الفلزات هو ما جابش تعريف صريح، بس احنا ممكن نطلع التعريف من الخواص. هيقول توجد جميعها في صورة صلبة عدا عنصر الزئبق، فهو العنصر الفلزي السائل الوحيد. زي ما انت مثلا عنصر النحاس فهو عنصر صلب، او الحديد او الالومنيوم. مفيش اي عناصر فلزية غازية، بس في عنصر واحد سائل هو الزئبق. اتنين لها بريق معدني، هو ده البريق. تلاتة جيدة التوصيل للحرارة والكهرباء. وهنا يجي سؤال يقول لي تصنع أواني الطهي من الألومنيوم أو النحاس ليه؟ لأنها جيدة التوصيل للحرارة. أربعة قابلة للسحب والطرق والتشكيل. وهنا برضو يجي سؤال علل، يقول لي علل عند الطرق على قطعة من حديد أو ألومنيوم أو نحاس، ممكن يجيب التلاتة، فإنها لا تتفتت بل تتشكل. ليه؟ لأنها قابلة للسحب والطرق والتشكيل. خمسة تتميز باحتواء مستوى طاقتها الخارجي لذراتها على واحد أو اثنين أو ثلاثة إلكترون، ودي جديدة شوية. إن في مستوى الطاقة الخارجي أو مستوى الطاقة اللي هي بتدور حول النواة اللي بتدور فيها الإلكترونات السالبة، بيكون في المستوى الأخير واحد أو اثنين أو ثلاثة إلكترون، زي مثلا عنصر مثلا الصوديوم Na11 لو وزعناه يبقى 2.81، والمغنيسيوم برضو لو وزعناه يبقى في الاخر 2، والالومنيوم لو في اخر 3. قول سلوك الفلزات اثناء التفاعل والايون الموجب. تميل ذرات الفلزات اثناء التفاعل الكيميائي الى منح الالكترونات مستوى طاقتها الخارجي الى ذرات عناصر اخرى، حتى يصبح مستوى طاقتها الاخير مكتملا بالالكترونات، فيصبح عدد البروتونات اكبر من عدد الالكترونات، وهو ما يسمى بالايون الموجب. هنشرح في الرسمه، بس هنا جايب لي تعريف مختصر اللي احنا قلناه ده، او تعريف الايون الموجب، اللي هي الذره لما بتفقد الالكترون مستوى طاقتها الاخير بتتحول اليه. تعريفه هو ذرة عنصر فلزي فقدت إلكترونا أو أكثر أثناء التفاعل الكيميائي. دي ذرة ليثيوم متعادلة الـ I3، فيها 3 إلكترونات وفيها 3 بروتونات. لو وزناها يبقى في مستوى الأول 2، في مستوى التاني 1. الواحد ده في السلوك بتاع الفلزات، الليثيوم عنصر فلزي، الواحد ده هيطير هيروح للعنصر التاني أو الذرة التانية اللي هو هناخده في الرابطة الأيونية، فهو عدد الالكترونات هي اللي بتقل، البروتونات بتفضل ثابته عشان تبقى قاعده البروتونات لا تتغير. هو عدد الالكترونات يا اما بيزيد يا اما بيقل. هو هنا قال واحد، وفي المغنيسيوم هيقول 2، وفي الامينو هيقل 3 مثلا كام. وانا بيجيب لي ملحوظه مهمه: عدد البروتونات اكبر من عدد الالكترونات في الايون الموجب. زي ما قلنا ان عدد البروتونات هيبقى كبير، عشان كده سموه ايون موجب، اللي هي علل عندما تفقد الذره الالكترون الذره الفلزيه الكترون مستوى طاقتها الاخير تتحول الى ايون موجب. ليه؟ لان عدد البروتونات الموجبه يصبح عدد اكبر من عدد الالكترونات السالبه. 2 يحمل الايون الموجب من الشحنات الموجبه مساوي عدد الالكترونات المفقوده. دي الحته المهمه، ان احنا بنحط جنب اسم العنصر، مثلا لو فقد واحد بنحط بلس او زائد، مش هنكتب الواحد. لو فقد 2 بلس 2، لو فقد 3 يبقى بلس 3. ده سلوك ذرة صوديوم أثناء التفاعل الكيميائي، أهو توزيعها 2.81، ودي ذرة عنصر صوديوم عدد الإلكترونات بيساعد بروتونات. هنا لما تفقد بقى المستوى ده هيطير خالص، هنحط البلس أهو واتنين تمانية، وعدد البروتونات أكبر عدد الإلكترونات. هنا بيقول الشرح: تفقد ذرة الصوديوم المتعادلة إلكترون مستوى طاقتها الأخير أثناء التفاعل حتى تتحول أيون صوديوم موجب يحمل شحنة موجبة واحدة. يقول لي اللا فلزات وخواصها. القسم الثاني اللا فلزات، خواص اللا فلزات. احنا
يعني في اللا فلزات هنعكس خواص الفلزات بس يعني، وهنعدل حاجات بسيطة. يقول لي توجد في صورة صلبة هي الفلزات او غازية، زودنا الغازية. عاد عنصر البروم فهو عنصر اللا فلزي السائل الوحيد، يبقى الزئبق كان عنصر فلزي السائل الوحيد، يبقى البروم العنصر اللا فلزي السائل الوحيد. اثنين ليس لها بريق معدني، مثلا ده عنصر الكربون والاكسجين، لان الغاز مستحيل يكون له بريق، لان الغاز احنا بنشوفوش اصلا. ثلاثة ريق توصيل حرارة وكهرباء رديئة، بس في حاجة زيادة ان الكربون اللي هو الجرافيت فهو عنصر جيد توصيل الكهرباء، هو الكربون اللي هي دي صورته. اربعة غير قابلة للسحب وطريقة التشكيل. وهنا برضو يجي سؤال، عند الطرق على قطعة من عند الطرق على قطعة من الفحم او من الكربون فانها تتفتت، ليه؟ لانها غير قابلة للسحب او الطرق او التشكيل. خمسة تتميز باحتواء مستوى طاقتها الخارجي لذراتها على خمسة او ستة او سبعة الكترون. الفلزات كانت واحد او اثنين او ثلاثة، اللا فلزات خمسة او ستة او سبعة، زي مثلا عنصر الكلور Cl17 لو وزعناه هيبقى في مستوى الطاقة الخارجي الاخير اللي هو سبعة، او ايوه سبعة. سلوك اللا فلزات اثناء التفاعل الكيميائي والايون السالب عكس الفلزات. والتمييل ذرات اللا فلزات اثناء التفاعل الكيميائي الى اكتساب الكترونات من ذرات عناصر اخرى حتى يصبح مستوى طاقتها الاخير مكتمل بالالكترونات، فيصبح هذه الالكترونات اكبر من البروتونات وما يسمى بالايون السالب. برضه انا هشرحه في الرسمه. الايون السالب ده ايه؟ ذره عنصر لا فلزي اكتسبت الكترونا او اكثر اثناء التفاعل الكيميائي. يبقى الايون الموجب كان ذره عنصر فلزي فقدت، لكن ده بقى لا فلزي اكتسبت. وهنشرحه في الرسم. دي ذره اكسجين او 8، عدد البروتونات فيها 8، وعدد الالكترونات بتاعت مستويات الطاقه 8 برضو، لان عدد البروتونات بيساعد الالكترونات. احنا اتفقنا البروتونات مش هتتغير، لكن الالكترونات اللي بتتغير هنا لو وزعناها يبقى 2 6. والتفاعل لازم في مستوى الطاقه الخارجي ده يبقى مكتمل. في الفلزات كنا بنطير اللي في المستوى الطاقة الخارجي عشان يبقى المستوى التاني اللي هو مكتمل. ده احنا هنكمله بقى الدرجة التانية، هنكمله ده برضه هنشرحه في الرابطة الأيونية. هنا هتاخد اتنين، هي في المستوى التاني ستة، هتاخد اتنين زيادة عشان يبقوا تمانية. هنا هو زادوا، كانت الكترونات تمانية عادية بقت عشرة وتحول لأيون سالب، وهنا O minus 2. وهنا يجي برضه سؤال علل، يقول لي عندما تكتسب الذرة اللافلزية عدد من الالكترونات فإنها تتحول إلى أيون سالب. ليه؟ لأن عدد الالكترونات السالبة يصبح عدد أكبر من عدد البروتونات الموجبة. هو عدد الالكترونات أكبر من عدد البروتونات في الأيون السالب. اثنين، يحمل الأيون السالب مع الشحنات السالبة مساويا لعدد الالكترونات المكتسبة. زي ما اتفقنا هنا كنا بنحط بلس وبلس 2 وبلس 3، هنا نحط ماينس من غير واحد وماينس 2 وماينس 3. ده سلوك زي الاكسجين، نفس الذرة بس بالتوزيع بتاعها اهو 2 و 6 عادية. احنا احتفالنا لازم ده يبقى 8 عشان نكمله، اهو بقى 8 وحطينا ماينس 2 وعدد هيبقى ايون اكسجين سالب اكتسب 2 الكترون، يبقى الالكترونات السالبة اجمع البروتونات الموجبة. بيقول الشرح بتاعها، تكتسب ذرة الأكسجين المتعادلة الكترونين لتضيفهما إلى مستوى طاقتها الأخير أثناء التفاعل الكيميائي حتى تتحول إلى أيون أكسجين سالب يحمل شحنتين سالبتين. بيقول لي الأيون هو ذرة عنصر فقدت أو اكتسبت إلكترون أكثر أثناء التفاعل الكيميائي، اللي هو التعريف العام يعني بتاع الأيون. كان الجزء والأخير الغازات الخاملة. تعريف الغازات الخاملة، عناصر لا تشترك بالتفاعل الكيميائي في الظروف العادية. ليه؟ بسبب اكتمال مستوى طاقتها الخارجي الأخير بالإلكترونات. وهنا في علل كتير، مثلا يقول لي الغازات الخاملة لا تشترك بالتفاعل الكيميائي، هنقول له بسبب اكتمال مستوى طاقتها الأخير بالإلكترونات. وممكن برضه يقول لي لا تدخل في التفاعلات الكيميائية، دي خواصها. ليه؟ بسبب اكتمال مستوى طاقتها الأخير بالإلكترونات. تتكون جزيئاتها من ذرات مفردة. ليه برضو؟ لأن بسبب اكتمال مستوى طاقتها الأخير بالإلكترونات. تلاتة، لا تكون أيونات موجبة أو سالبة أثناء التفاعل. ليه؟ بسبب اكتمال مستوى طاقتها الأخير بالإلكترونات. مثل الأمثلة بتاعتها، الهيليوم HE2 مستوى الطاقة بتاعه 2 مكتمل، هو مستوى واحد.
النيون برضو ان اي 10 لو وزناه يبقى 2.8 مكتمل. الارجون اي ار 18 لو وزناه يبقى 2.88 مكتمل. وكده الدرس خلص وهنحل الاسئله. اول سؤال اكتب المصطلح العلمي بيقول لي عناصر لها بريق معدني جيد توصيل الحراره والكهرباء يبقى الفلزات. عناصر مستوى طاقتها الاخير مكتمل بالالكترونات الغازات الخامله. عناصر لها بريق ليس لها بريق معدني وغير قابله للسحب والطرق والتشكيل اللافلزات. ذره عنصر فقدت او اكتسبت الكترونا او اكثر يبقى ما حددليش هيبقى الايون. السؤال الثاني اكمل العنصر اللافلزي السائل الوحيد اللافلزي هنحط بروم بينما العنصر الفلزي السائل الوحيد هو الزئبق. العناصر اللافلزية نقطة توصيل الحرارة والكهرباء رديئة التوصيل الحرارة والكهرباء عدا عنصر الكربون اللي هو الجرافيت فهو موصل جيد للكهرباء. أيون العنصر الفلزي موجب الشحن بينما أيون العنصر اللافلزي سالب الشحن. عندما تفقد ذرة العنصر الفلزي إلكترونا تتحول إلى الفلزي يبقى أيون موجب. ثالث سؤال والأخير علل تتحول ذرة عنصر الفلزي الى ايون موجب اثناء التفاعل الكيميائي قلنا لان عدد البروتونات الموجبه يصبح اكبر من عدد الالكترونات السالبه. لا تشترك ذرات العناصر الخامله في التفاعل الكيميائي في الظروف العاديه ليه؟ بسبب اكتمال مستوى طاقتها الاخير بالالكترونات. وبكده يكون الدرس خلص وارجو انكم تكونوا قد فهمتوا مع نفهم تتعلم ببساطه.